شاء الله بكره تفوتي عليا تاخدي طلباتي. معلش يا حاج، بعيد عنك، ما اقدرش اطلع وانزل السلم غير بتضليه. خلاص ما يرضنيش، خليكي مرتاحه في البيت وسيبي العنوان عند الحاج عبد الكريم وحاجتك هتوصلك لغايه البيت. ربنا يخليك يا حاج، ما تحرمش منك يا رب. مع السلامه. الله يسلمك. احنا يهمنا راحه الزبون. طلباتكم. شايفه يا حاجه، شايفه بعينيكي، انا مش شايفه حاجه يا فتحي. ما الحاج قاعد في امان الله بيتكلم مع الزبونه بتاعته بادب اهو. اها، يعني انت كنت هتسمعي ايه الكلام اللي بيتقال؟ بصي بصي، شوفي الست اللي قاعده قدامه دي، شوفي هتاكله بعينيها ازاي. ولا التانية شايفه قامت وعماله تقرب له اهي، وهو عمال يبص لها. يا ولية حرام عليك، انا مش شايفه حاجه من اللي انت بتقوليه ده. لا 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 يا حاج، انت بقى اللي عايزه تشوفي ولا عايزه تصدقي؟ قال على راي المثل، الظاهر لينا والخافي على الله. اطلع يا لا يا فتحي، لا انا بصراحه كده ما شفتش الحاج عمل اي حاجه خرجت عن حدود الادب. يو، هو انا غيظني غير ادبه ده؟ يعني ايه؟ ما هو ادبه ده يا حاجه هو اللي مدوب فيه النسوان. الادب ده بيسموه التقل، والست تجري بالمشوار ورا الراجل التقيل. والحاجه لا مؤاخذه بدي الكلمه، كلامه حلو وخصاله احلى. يا وليه حرام عليك، كفايه بقى، انت عايزه تولعيني ايه اكتر من كده؟ ده انا ما بقتش بشوف النوم من كتر الفكر. يا مستعد، انت يا وليه. نعم. ايه؟ روحي شوفي لنا حاجه نشربها، انا ريقي نشف من كتر الكلام. هو كل الكلام اللي ينشف الريق يا حاجه؟ ما في كلام زي الشهد ويطرع على القلب. جرالك ايه يا وليه موكوسه انت؟ انا مش عارفه اتكلم، هتعلميني الكلام يا وليه؟ يلا غوري، شوفي ستك محتاجه لايه. انا على راي المثل، الخير يخير والشر يغير. شر؟ انا برضو تقول عليا شر يا وليه ام لسان طويل؟ انا على راي المثل، على وشك يبان يا ندغ اللي بان. انت يا اختي اللي واقفه تتصنطي علينا. خلاص روحي يا مستعد، روحي اعملي اللي انا قلت لك عليه. حاضر. يا ساتر يا رب عليكي، وليه نقاقه عامله زي غراب البين. انا عارفه انت مستحملاها ازاي دي. خلينا في موضوعنا، هنروح بقى للشيخه ورده امتى؟ واللي انت بتعمليه ده يرضي ربنا؟ ليه بقى؟ اكونش يا اخويا بعمل حاجه غصب عنها باخد منها قرشين بالعافيه؟ لا يا حبيبي، ده بكيفها وبمزاجها. وبعدين انا يا حسره قلبي باخد ايه؟ دي الفلوس عندهم متلتله بالكوام كده، كوام. يا ساتر يا رب يا ساتر، ربنا يزيدهم ويكرمهم، كفايه حنيتهم وكرمهم علينا، دول مش مخليننا عاوزين حاجه يا وليه. ايوه صح، مش مخليننا عايزين حاجه. بأمارة ايه يا حبيب؟ تكونش فاهم الكم ملطوش اللي بيحنوا بيهم علينا في المواسم والاعياد، ان ده يبقى كرم. لا يا حبيبي، دي اسمها صدقه، زكاة مال. احنا يا حبيبي اللي بندني نفسنا ونمد ايدينا ليهم. يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني هم كانوا خلفونا ونسيونا. اها، هو انت مش تبقى برضو من قرايب الحاجة؟ يعني اهل. اهل يعني هم بقيت القرايب عملوا لنا ايه؟ يلا. ايه يا اخويا، كانوا عملوا لنا ايه؟ العمل عمل ربنا. والخاتمه دي عاملها بمناسبه ايه يا مرسي؟ ده ميعاد المرحوم والدي، وهي فرصه نتجمع فيها ما دام انت مقاطع قعدات الانس والفرفشه. انت عارف انا ماليش في الحاجات دي، وانا يعني احب اصلي الفجر. حاضر، يبقى روح قبل الفجر يا صالح وارجع محمل ذنوب يا مرسي. ما علينا، سيبنا من الحكايه دي، اظن يعني مش معقول تحرجني ومتحضرش ليله مفترجه زي دي. وانت ان شاء الله الخاتمه دي هتعملها فين؟ في البيت عندك؟ الحقيقة نعملها في البيت البحري. ده كلام يا مرسي؟ اهي فرصة يا صالح، البيت يتطهر
ومطلع منه الشياطين، وهتبقى قاعدة مباركة فيها توشيح والذكر. الله الله، هاي ربنا يتقبل منك يا مرسي. ربنا يتقبل منا ومنك، احنا مش طالبين غير رحمة ربنا. ما تشطب بقى يا عبد الكريم. لسه شوية يا حاج. انا هدوب اروح اغير هدومي واشوف لي مواصلة. بقولك ايه، هاي ما تيجي معايا؟ انت مش بتحب التواشيح والمديح؟ حديكرا الكلام الحلو يا حاج، بس يا خسارة مش قادر. انا هروح البيت يا حاج، يا دوب اكل لقمة وترمي على السرير. خلاص خليك براحتك، انا قلت تيجي معايا تونسني وانا راجع لوحدي. معلش يا حاج عفيني مش قادر. صحيح، خليك براحتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعني هي ضروري السهره دي؟ بصراحه لا، بس الراجل عشماني ان انا احضر الثانويه بتاعت ابوه، وقلت هي فرصه اقعد مع التجار اصحابي، بقالي مده ما قعدتش معاهم. اصل بصراحه كده انا قلبي مش مطمن للي اسمه مرسي ده. ليه ماله؟ اهو بيقولوا انه ماشي وبطال وسمعته يعلم بيها ربنا. انا بقول لهم لكم دينكم ولي ديني، وعلى يدك يا ما اعتذرت عن سهرات قبل كده، بس المره دي هو عامل خاتمه لابوه، وهجيب منشدين ومدحين، وانت عارفه لما بسمع الحاجات دي قلبي بيتشرح. برضه انا قلبي مش مستريح. جرالك ايه يا سيده؟ اقول لك ايه بس، اصل انا عارفه ان الراجل ده ما بيحبكش. عارفه؟ عارفه منين؟ اهو عارفه وخلاص. ايه يعني حد قال لك حاجه؟ ده كلام من زمان يا ستي. الكلام كتير، والراجل هيكرهني ليه؟ سلام عليكم. هتتاخر يعني؟ ان شاء الله، يعني اول ما اخلص هرجع على طول. وهتتعشى هناك سيده؟ يعني لو فرشوا الاكل هقول لهم لا. لا المعلم مرسي يزعل. ايه بس مالك مالك، ما تزعليش، انا مش متعوده اتعشى من غيرك. يعني اوعدك هكون اخر مره. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، في رعاية الله، ربنا يكفيك شر الطريق يا رب. خلي بالك من نفسك يا حاج. يا مساعد، يا مساعد، ماشي بالسلامة. قلت للواد مصلحي يعمل ايه؟ ايوه، واديته كمان فلوس عشان يركب. تفتكر يا مساعد الحاج ممكن يسمع كلام الشياطين دول ويقوم على امهم؟ اه ياني، هقول لك ايه بقى، ما خلاص الوليه الحربايه دي مالت دماغي. بقول لك ايه، انا ابصم بسبب العشره دول ان الحاج مش بتاع الكلام الفاضي ده ابدا، ولا ممكن ابدا ان يبص لواحده غيرك. يا سلام يا اختي، امال تفسري السهره دي بايه؟ ورايح يسهر مع مين؟ مع الجماعه دول اللي انت عارفاهم. قال لي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. جي دلوقتي الواد مسرح يجي ويجيب لنا الاخبار كلها من تقتق. لسلام عليكم. انت واقفه ترغي معايا وليه؟ انت امشي غوري، شوفي شغلك. انت صاحبني وتشدلقني، صاحبني وتشدلقني. انت بتبرطمي تقولي ايه؟ بغني له يا بنفسك، بتنفخ بتاعت سامح عرجي الحال. يا رب ربنا يجيب العواقب سليمه. ايوه ايش بتفتكر يا مرسي؟ صاحب مشكور اخويا. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. صاحب مشكور يا حاج. الله يخليك. اتفضل يا حاج. اهلا وسهلا. تحب تشرب ايه يا حاج؟ يعني اللي بيشربوا منه الجماعه. طبعا شاي. خلاص يبقى نشرب شاي. سندس، هات شاي للحاج. دوس ولا جيني ووكر؟ ايه الماركات الغريبه بتاع الشاي دي؟ دي انواع شاي يا حاج، لو شربتها هتتكيف قوي. لا لا لا، خليني في السليم احسن. زي ما انت عايز يا حاج. هاتيله شاي زوزو. عينينا. ايه ده يا مرسي؟
مش تجيب راجل يخدم في الليله المفترجه دي بدل الست دي اللي اعوذ بالله الهدوم هتتفزر من على جسمها. دي ستي غلبانه يا حاج صالح، قلت لمها واكسب صوابها. يعني انا مش شايف الشيوخ يعني زمانهم جايين يا اخويا. عايز انا نفسي بقى الليله دي تكون بدايه جديده ليك، تغسل ذنوبك وتكفر عن معاصيك. شوف يا حاج صالح، اذا انت جيت وشرفتنا هنا اتاكد بقى ان احنا هنمشي على الصراط المستقيم، مش كده يا جدعان؟ وراك عادل يا مرسي. مجد يا سيدنا الحسين مجد. حاج صالح خلاص يا حاج، ناوي تاخد العهد على ايدك. استغفر الله، ربنا يتقبل منك. حكايتك يا مرسي، دي حكايتك الدنيا، ناوي على ختمه بحق وحقيق ولا ناوي على مسخره؟ الله، ما تصبر المال يا حاج صالح، اتقل. اتقل؟ وفي اتقل من كده؟ مين دول؟ دول المشايخ يا مرسي؟ اصبر يا حاج صالح، اصبر على رزقك شويه. انهو رزق دي شويه تفاريح وتقسيم كده يا حاج صالح. على روح المرحوم. الله يجازيك يا صالح، ده انت قعدتك تشرح القلب الحزين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ودول بقى اللي هيزفوا المرحوم لجهنم ان شاء الله. ولا ما تنتقش، اخرس جاك قطعي لسانك من لغلوغه. ايه الكلام الفجر اللي انت بتقوله ده؟ مش مصدقاني؟ طب دي النسوان اللي انا شفتها، لا مؤاخذه يعني النسوان اللي انت مش من صنفهم. واخده بالي، كمل. شويه نسوان يحلوا من على حبل المشنقه زي الالماس كده بيلالوا، ما تقوليليش الممثلين حتى بتوع السيمه. ولا والحاج يا ولا كان قاعد ساعة النسوان جيمة كانت عمالة تترقص. كان قاعد ده، كان قاعد وواقف ومتسلطن اخر سلطانة ومشروح اخر انشراح ومبسوط اخر انبساط. طب انكاتشم انكاتشم سد حنكك ده خالص، يلا روح من قدامي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ امال فين اتعابي؟ ولا ايه شفطناكم حكم؟ انا عارفك يا ود، ده الملف الساعج يا ولا، اجري والحاج هتبقى تشيع لك. تشيع لمين؟ وحياة امي، وحات امي اللي ما اتكشفت على راجل. لازم اخد حقي قبل ما امشي من هنا حالا. اسكت، اقف هنا وما تتحركش. استنى اتحركش. في ايه؟ انت بتدور على بترول ولا ايه؟ ما تبصش، اسكت يا ولا، خد. ايه ده؟ تك البلاوي. هما دول بس؟ مش عاجبينك ولا مش عاجبينك؟ ما تهزي نفسك كده شويه. امسك، خد موزة. خد يا ساتشير، يا رب حسجين الغجر على دل الشجر. خد موز وجوافة. انت جاي من القرافة ولا ايه؟ ايدك بقى على شوية الفكة بقى. مفيش غير انا سامع فيه فكة. ساتشير يا امسك، يلا اتكل على الله بالسلامة يا شربات من هنا. انت ده انت هتخش جهنم يا ساتر. ما تتكلمي يا ابو سعد، الواد قالك ايه؟
مش قادره يا حاجه اقول الصراحه ومش هين عليا اكذب عليك. ده ايه النصايب دي يا ربي اللي بتتحدث عليا؟ انت يا وليه احسن يديني وايماني لو ما قلت كل اللي في ضميرك لا تكون ليك تكتبي شفايتك. انت خلي الباقي على شان خير. يسعد مساك يا حاج. ايه سهرانه ليه؟ ما نمتيش ليه؟ وانا من امتى بيجيني نوم غير لما اطمن عليك؟ صح حلو ليه اللي بتشخر دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بالذمه ده منظر واحد راجع من اجت انس. طب ايه رايك بقى ان الواد ميسرحي ده كذاب؟ ليه بوريه من صنف الرجاله؟ بوريه مستعد على رأي المثل يعملوها ويخيلوا. بقول لك ايه، طب روحي شوفي ماله. طيب يا اختي. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه مالك يا حاج؟ ما انبسطتش في الختمة ولا يا اخويا؟ ما انبسطتش من الاناشيد والمديح. اسكت يا سيدة، يا ريتني كنت سمعت كلامك وما رحتش. ليه يا اخويا؟ ايه اللي حصل كفل الشر؟ قولي لي الاول، انت اتعشيتي ولا لسه؟ خص عليك يا صالح، ما انت عارف انا اللقمه ما تنزلش من زوري وانت مش معايا. ربنا يخليكي، انا كمان زيك، زي ما رحت زي ما جيت. ليه نفسك ما انفتحتش من قعده الانس والفرفشه والانشراح؟ ايش عرفك انت اللي قلت بعظمه لسانك؟ انت مش قلت ان صدرك بينشرح لما بتسمع الاناشيد والمديح؟ اسكتي اسكتي يا سيده اسكتي. اللي لقيته غير كده. يا سلام، الناس ما بقاش عندها خشه ولا حياة. انا رايح على انها ختمه وما الاقي ايه؟ ايه وانا شعرفني؟ هو انا كنت معك رأس رأس ومسخره؟ انا لا يمكن اسامح مرسي على الملعوب اللي عمله فيا ده. الملك يا رضا، ما طول عمرك كده. ايش حال ما كنت مرسياك قبل ما تنزل وانت رايح وانت عارف الراجل ده ايه؟ غلطتي بقى اني صدقته المره دي. طب قولي، هم عجبوك؟ هم مين اللي رقصولك وتميلولك يا حاج؟ استغفر الله العظيم. كده يا سيده، انا بتاع الحاجات دي برضو، كنت عملتها زمان، اجي دلوقتي واخسر ديني؟ اصدق مين وما صدقش مين؟ كمان مش مصدقاني يا سيده. طب قولي، شفت النسوان هناك ولا لأ؟ قلتلك شفت. ورقصولك ولا لأ؟ رقصوا. يبقى ناقص ايه؟ يعني شفت النسوان ورقصولك كمان؟ كان ناقص، كان لازم تنط تفط تمشي من المكان ده حالا. ده اللي انا عملته، نطيت وفطيت وجيت على هنا على طول. كده يا صالح؟ طب انا هسيبك لضميرك. استني بس يا سيدة. اوعى سيبني ما تلمسنيش. عشان خاطر ايه؟ اوعى يا سيدة ما احبش اشوفك كده. يعني انا عمري ما كدبت عليك ولا هكدب عليك. يعني معقولة أخاف منك أكتر ما أخاف من اللي خلقني؟ هو أنا بخاف منك، بس خوف يعني إن أنا خايف إنك تزعلي مني بس. يا سلام.